مرحبا ترحيب مثل براق الخيال بالضيوف اللي لهم عندنا قدر جليل باسم أم فيصل أسوق التراحيب الجزال مرحبا وأهلا هلا والفرح ما له مثيل مرحبا ترحيبة فقط وحصريا على استوديو تكليم الخليج على استوديو مرحبا وأهلا بالزين والحسن ووصف الجمال والذرابة والوقارة مع الطبع الأصيل بنت الكاسب فيها الحلا وحلى الفصال الوسامة غير والزين ما في له عديل والقى مبروك يا بندر عن تسليمك طوال يسعدك ربي ويهنيك يا الحر النبيل يا عريب الجد ومعار ربعنا مخرب وارد الطيب والجود والعلم أشهد أنك يا بندر كفو يا درب الفعال وأشهد أنك كفو كفو ووقفاتك دليل جدك يا بندر هو ملك روم الرجال شيخ جاه وشيخ عزني يجيب المستحيل أنت أبوك اللي بطيبه لنا مضرب مثال شيخ مثنى فيك وفاه مثل مثنى المغيب وفهد وفهد هو ملك روم الرجال شيخ جاه وشيخ عزني يجيب المستحيل والخواد الزين ذهن وأوصاف الدلال ماخذات الحسن والخلق والطبع الأصيل والختام أهلاً هلا عند براق الخيال بالضيوف اللي لهم عندنا قدر جليل ختام أهلاً هلا عند براق الخيال